الكنيسة والقضايا المعاصرة، الفصل الثاني، وحدانية الله، شركة المحبة الكاملة. يطلب من المسيحية أن تجيب عن أسئلة كثيرة، ولكن أهمها يتعلق بوحدانية الله. فكيف يكون الله واحداً وبذات الوقت يكون مثلث الأقانيم، أي آب وأبن وروح قدس؟ بلا شك إن عبارة إله واحد مثلث الأقانيم صعبة الشرح، ليس لأنها غير منطقية، لكن لكونها تتعلق بشخص فريد لا مثل له، اسمه الله. قال عن نفسه: بمن تشبهونني وتسوونني وتمثلونني لنتشابه. وستبقى هذه العبارة واحدة من الأسرار الإلهية الكثيرة، كالخلق والتجسد والقيامة، التي لا يمكن تحليلها وفهمها، لكن يمكن قبولها بالإيمان. إنها إعلان الله لنا، إعلان ليس بخلاف المنطق. أولاً، بعض الحقائق المتعلقة بشخص الله. الله لا نظير له، وهو لا يتبدل ولا يتغير. الله روح بسيط لا تركيب فيه. الله ذات، أي يتصف بالعقل والإدراك، ويقدر أن يعبر عن نفسه بكلمة أنا. الله واجب الوجود، أي لا يحتاج في وجوده إلى موجب. الله له تعين، بمعنى إنه منفصل عن غيره وموجود بشكل واقعي وحقيقي. فمن لا تعين له لا وجود له. ثانياً، مفاهيم مختلفة لوحدانية الله. عندما نقول إن الله واحد، فإننا نقصد إنه منفصل عما حوله من الأشياء، وإنه متميز عن غيره. ولكن ما نوع هذه الوحدانية؟ هناك ثلاثة آراء. أولاً، الوحدانية المطلقة. ملخص ما ينادي به أتباع هذه الوحدانية أن الله واحد وله وجود واقعي حقيقي، أي له تعين واحد. وأيضاً الله يملك صفات كاملة، وهذه الصفات يوجد لها مثيل عند خلائقه، ولكن بصورة ضعيفة. مثلاً صفة العلم، بينما الإنسان يعلم وعلمه ضعيف ومحدود، نجد أن الله يعلم بشكل كامل وعلمه غير محدود. وأيضاً صفة القدرة، بينما للإنسان قدرة ولكن محدودة، نجد أن الله قادر على كل شيء، بمعنى أنه صاحب القدرة غير المحدودة. وهكذا بقية الصفات. ما هي مشاكل هذه الوحدانية المطلقة؟ إن مشاكل الوحدانية المطلقة ناتجة عن تفسير علاقة الله بصفاته، وهي ثلاثة. أولاً، لو افترضنا أن صفات الله كالإرادة والسمع والبصر والتكلم والعدل إلى آخره عاملة منذ الأزل، فهذا يعني أن الله كان يمارس صفاته قبل أن يخلق الخليقة. والسؤال: مع من كان يمارس الله هذه الصفات طالما أنه لا يوجد أزلي غيره؟ لذلك افتراضنا بوجود صفات لله عاملة أزلاً يعني إقرارنا بوجود أزل آخر أو أكثر، وهذا ما يقودنا إلى تعدد الآلهة. للتخلص من هذه المشكلة، قال البعض إن صفات الله ليست عاملة منذ الأزل، بل هي عاطلة منذ الأزل ثم صارت عاملة بالخلق. أيضاً أوقعهم هذا الافتراض بالمشاكل التالية. أولاً، إن الله يتبدل ويتغير، لأنه قد انتقل من حالة السكون قبل الخلق إلى حالة العمل بالخلق، وهذا مستحيل، لأن الله لا يتغير ولا يتبدل. المشكلة الثانية، إن الله ليس مستغنياً بذاته، كونه يحتاج للخليقة لكي يمارس صفاته أو ليصير معلوماً عند غيره. وطبعاً هذا أمر مرفوض، لأننا متفقون بأن الله مستغن بذاته عن كل شيء في الوجود. لذلك افتراضنا بوجود صفات عاطلة منذ الأزل ثم صارت عاملة بالخلق غير منطقي ومرفوض. للتخلص من هذه المشكلة أيضاً، قال البعض إن صفات الله عاطلة منذ الأزل وإلى الأبد، ولكنهم أيضاً وقعوا بالمشاكل التالية. المشكلة الأولى، إن الله لم يخلق الكون لأن صفاته عاطلة، وبالتالي هذا إقرار بأزلية العالم وأزلية الله. المشكلة الثانية، إن الله في حالة سكون أو سبات أبدي لأن صفاته عاطلة، وبتعبير آخر هو إله ميت. لذلك افتراض أن صفات الله عاطلة أزلاً وإلى الأبد افتراض غير منطقي. خلاصة، القول بأن الله له تعين واحد
ويملك صفات كاملة هو قول خاطئ، لأنه إما يؤكد أزلية العالم أو يؤكد تعدد الآلهة أو يؤكد موت الله، لذلك هذه الوحدانية المطلقة مرفوضة. ثانياً، الوحدانية المجردة. الذين علموا بها أرادوا تجنب الوقوع في مشاكل الوحدانية المطلقة، وملخص ما ينادي به أتباع هذه الوحدانية إن الله واحد ولكن ليس له وجود واقعي حقيقي، أي ليس له تعين، وأيضاً إن الله لا يتصف بأي صفة من صفات خلائقه لأن هذا يجعله محدوداً مثلها. لذلك عندما يتحدثون عن صفاته التي لا تتشابه بنظرهم مع صفات مخلوقاته يستخدمون التعبير فوق ليعظموا الله وليؤكدوا بذات الوقت أنه لا يوجد أزلي سواه، فيقولون مثلا الله فوق العلم، وحجتهم في ذلك أن علم الله يقتضي وجود كائنات أزلية معه كان يعلمها أزلا، وهذا مستحيل لأنه لا يوجد أزلي سواه. وأيضا الله فوق الإرادة، وحجتهم في ذلك أن الإرادة تقتضي الطلب والله لا يطلب، لأنه لو كان يطلب لطلب أزلا، وطلبه أزلا يعني وجود أزليين نظيره كان يطلبه، وهذا مستحيل لأنه لا يوجد أزلي سواه. مشاكل الوحدانية المجردة: أولا، القول بأن الله لا تعين له يعني أن الله موجود بكل عظمته بالفكر والخيال فقط، أي أنه ليس ذاتا، إنه يشبه النقطة الهندسية التي تكتبها على الورقة لكن بالحقيقة ليس لها وجود على الإطلاق. ثانياً، القول بأن الله فوق الوجود يعني أنه غير موجود، والقول أنه فوق العلم يعني أنه غير عالم، والقول أنه فوق الإرادة يعني أنه غير مريد. والخلاصة، القول بأن الله ليس له تعين ولا يتصف بأي صفة من صفات خلائقه قول خاطئ، لأنه يعلم بإله ليس له وجود إلا بالخيال فقط، وإله مثل هذا لماذا نؤمن به وكيف نؤمن به؟ ثالثاً، الوحدانية الجامعة، وهي ما تنادي به المسيحية، وملخص ما ينادي به أتباع هذه الوحدانية إن الله مبدئ الوجود، وبما أنه مبدئ الوجود فهو ذات موجود، وبما أنه ذات موجود فله تعين، وبما أنه ذات متعين فله علاقة بينه وبين ذاته، وبما أن له علاقة بينه وبين ذاته تكون وحدانيته جامعة، أي جامعة لكثرة في واحد، والكثرة هم ثلاثة، والثلاثة يطلق عليهم تسمية أقانيم، ومفردها أقنوم، وهي كلمة سريانية تطلق على كل من يتميز عن سواه على شرط ألا يكون مما شخص وله ظل. ولكل أقنوم من الأقانيم الثلاثة تعين، أي أن الله واحد في ثلاثة أقانيم أو في ثلاثة تعيينات، أو أن الأقانيم هم الله معينا. وبحسب الكتاب المقدس الأقانيم الثلاثة هم الآب والابن والروح القدس، ويتصفون بما يلي: متحدون مع بعضهم دون امتزاج أو اختلاط، متمايزون عن بعضهم دون انفصال أو انقسام. فالله إذن واحد من حيث الجوهر وجامع من حيث الأقانيم. هذا لا يعني أن هناك فرق بين جوهر الله وتعيينه، بل يعني أن الله ليس جوهراً مبهماً بلا تعيين. ملاحظة صغيرة: عندما نقول أقنوم لا نقصد أن كل أقنوم هو إله، أي لدينا ثلاثة آلهة، لأن الجوهر واحد، لكن نقصد أن الأقانيم الثلاثة هم الله، كون الجوهر واحد كائن أو معين في ثلاثة أقانيم هم الآب والابن والروح القدس. فإن قلنا الآب نقصد الله، وإن قلنا الابن نقصد الله، وإن قلنا الروح القدس نقصد الله. ثالثاً، ما هي العلاقة بين الأقانيم الثلاثة؟ أولاً، المساواة. بما أن الجوهر واحد فليس هناك أقنوم أعظم من الآخر، وهذا يعني أن الأقانيم الثلاثة لهم علم واحد ومشيئة واحدة وقوة واحدة. ثانياً، الشركة، أي أن الأقانيم تشترك في ذات المجد والأزلية والحكمة والقداسة إلى آخره، وتشترك في قبول العبادة والتسبيح والتعظيم إلى آخره. ثالثاً، التميز، وهو في العلاقات والأعمال وليس في الجوهر، وهذا أمر مهم. فمثلاً، الابن وحده تجسد وقام بعملية الفداء، بينما الروح القدس هو الذي يجدد قلوب المؤمنين ويقدسها ويرشدها لكل الحق
وهو الذي يقود البعض بالوحي ليكتبوا الأسفار المقدسة. أما الآب فهو الذي بارك المؤمنين بكل بركة روحية في السماويات، وهو الذي اختارهم في المسيح يسوع قبل تأسيس العالم، وهو الذي ولدهم ولادة روحية لرجاء حي. رابعاً، ما معنى تسمية الأقانيم؟ إن تسمية الأقانيم بأسماء خاصة لا يعني بأي حال من الأحوال أن أحدهم أقدم من الآخر زماناً أو أفضل منه مقاماً أو يختلف عنه جوهراً، بل يعني أن هناك تمايزاً بين الأقانيم من جهة الأعمال. فكلمة الآب لا تعني أن الله يلد بالمعنى الحرفي، لأن الله لا يلد، وكلمة الابن لا تعني أن الله مولود أو يولد، فالله لا يولد، وكلمة الروح القدس لا تعني أن الله قوة أو طاقة، لأن الله هو ذات، له كل المجد في الكنيسة إلى الأبد. آمين.